نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى نستهلها بالعناوين. 4 هياكل قضائية تدعو إلى الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد المصادقة على تنقيح قانونه. تظاهرة سياحية واقتصادية للتعريف بالمنتوج التونسي في اليابان والترويج للوجهة التونسية. مسلحو المعارضة السورية يغادرون آخر معاقلهم في مدينة حمص تنفيذاً لاتفاق مع الحكومة السورية. 8 من تونس، أهلا بكم. عقدت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان جلسة عامة للتأكيد على أهمية إرساء المجلس الأعلى للقضاء كشرط لاستكمال بقية المؤسسات الدستورية. بعد المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، عقدت تنسيقية الهياكل القضائية جلسة عامة لتؤكد أهمية إرسائه في المرحلة القادمة، مع ضرورة إجراء تنقيح تشريعي جديد لقانون المجلس الأعلى للقضاء. باش يجتمع المجلس، باش يجتمع بكامل اعضائه، وباش يصير فيه معناها تبقى الاجراءات اللي موجوده فيه، انتخاب رئيس مؤقت، ومن بعد المجالس تكمل تسد الشغورات اللي عنده. بس قبل المجلس على القضاء، راه شوف كأي مجهود بشري، وشفتوا انتم الظروف اللي حفت معناها باصدار القانون هذاك، كل مجهود بشري يحتمل بطبيعه النقصان. مبادره تشريعيه تمت المصادقه عليها، المشاكل اكيد تحلت، احنا مش جايين باش نحكيو على المشاكل هذه واسباب هذه نعتبروه من الماضي، تو جايين نحكيو على حكايه ارساء المجلس على القضاء. تو المجلس على القضاء والحركه القضائيه على الابواب يلزم يبدا يخدم. هذه الهياكل القضائية اعتبرت إرساء المجلس الأعلى للقضاء ضرورة لاستكمال بقية الهيئات والهياكل الدستورية على غرار المحكمة الدستورية ومحكمة المحاسبات، هذا فضلا عن أهميته في علاقة بالانتخابات البلدية. القضاء العدلي فما حركة قضائية في الصيف، دونك لازم تبدا تتحضر من تو، يلزم دونك مجلس القضاء العدلي يكون موجود. تعرفوا زاد ايضا انه عندنا انتخابات بلديه مرتقبه، وباش يبتوا فيها دوائر جهويه معناها في الجهه، دوائر ابتدائيه اداريه، ويلزم نعينوا فيها رؤساء دوائر ابتدائيه، وبالتالي يلزم المجلس العالي يكون موجود. الاهميه بمكان ارساء هذا المجلس والوصول الى توافقات، هكاك نمكنوا من استكمال الانتقال الديمقراطي، الانتقال من ارساء المؤسسات الدستوريه على خاطر هو المجلس الاعلى من القضاء من ناحيه، والمحكمة الدستورية من ناحية أخرى، بالإضافة إلى تمكين السادة القضاة من حقوقهم في الترقيات اللازمة. هذا وتضم تنسيقية الهيكل القضائية نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات والجمعية التونسية للقضاة الشبان. في إطار التعرف على مختلف الإشكالات التنموية بسيدي بوزيد، أدى أمس أعضاء لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى الجهة. هذه الزيارة رافقها انسحاب لبعض مكونات المجتمع المدني من الجلسة، معتبرينها مندرجة ضمن إطار حزبي. متابعة لواقع الجهات الداخلية والاطلاع على مشاكلها التنموية للبحث في العراقيل التي حالت دون تقدم إنجاز المشاريع، أدت مساء أمس الجمعة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب زيارة ميدانية إلى ولاية سيدي بوزيد. أنا كنت اشتغلت مسؤول جهوي سابق بولاية سيدي بوزيد سنوات 2012-2013-2014، نرجع اليوم يعني نجد نفس الإشكاليات، نفس المشاريع المعطلة، نفس تقريبا سيدي بوزيد منضف لها حتى مسألة يعني على غرار بقية الولايات الداخلية، وهذا للأمانة ينم على أنه فما أزمة حقيقية اليوم في الحكومات المتعاقبة. كلجنة عندنا صلاحيات أوسع من الصلاحيات عندنا النواب، ثم كيف نحن هذا معناها عرض تقرير لزيارة الميدانية في جلسة عامة في مجلس الشعب. زيارة الوفد البرلماني إلى ولاية سيدي بوزيد رافقتها حالة من الغضب والاحتجاج من قبل عدد من ممثلي المنظمات الوطنية وبعض مكونات المجتمع المدني، انسحبوا على إثرها قبل انطلاق الجلسة لاعتبارهم أن الوقت المخصص للجلسة لا يتسع لتدارس مجمل القضايا التنموية بالجهة. غادرنا القاعة على اساس ان مستدعينا لتدارس مشكله كبيره في سيدي بوزيد اللي هي التنميه وما ادراك ما التنميه، على اساس ساعتين ونص يجوا الاربع متاع العشيه ويبدا اجتماع الاربع متاع العشيه. نعتبر الاجتماع هذايا هو اجتماع حزبي واجتماع سياسي، ولا يمثل
ابناء سيدي بوزيد في شيء. نحن نرحب بالجميع، نحن ما احناش ضد حتى واحد، لكن لابد انك تعطيني حقي من انك تسمعني ومن انه زاد تدرس معايا كيفاش نخرجوا من المشاكل اللي موجوده. الاتحاد جه وعنده الحق هو في الكلمه اللي قالها، لانه يعتبر انه 3 أو 4 ساعات يعتبر غير كافيين، لكن نحن رانا عندنا ضغوطات برشا، عندنا عمل تشريعي تعرفوه في اللجان، عندنا جلسات عامه تكاد كل اسبوع عندنا معناها جلستين. رغم تواتر الزيارات الميدانيه لممثلين عن الحكومات المتعاقبه ووفود برلمانيه في السنوات الاخيره، فان الشارع في سيدي بوزيد يعتبر ان الوضع التنموي في الجهه ما زال يروح مكانه. أشرف رئيس الحكومة يوسف شاهد بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق لمتابعة مختلف الاستعدادات لمجابهة ذروة الاستهلاك في مجالي الكهرباء وماء الشرب خلال الصيفة القادمة والجوانب المساهمة في حسن الاستعداد لهذه الفترة. وتم أثناء هذه الجلسة تقييم السياسات المعتمدة خلال السنوات الفارطة في تعامل الدولة مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف والوقوف عند النقائص الحاصلة لتجاوزها. وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تلبية حاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في مختلف الجهات والمناطق التي عرفت نقصا بحسن الاستعداد وحملات التوعية التي تلتقي مع جهود الدولة. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بأحد نزل الحمامات ورشة عمل حول صياغة توصيات عملية بهدف إعداد إجراءات عملية في الحوكمة المحلية. هذه الورشة بمساهمة من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. المواطن هو العنصر الأول في عملية بناء الديمقراطية المحلية، لذلك وجب تكوينه وغرس ثقافة المشاركة في الشأن العام المحلي وجعله قادرا على إرساء بيئة داعمة لأساليب الديمقراطية ومبادئها، وهو ما سعت إلى تكريسه هذه الورشة التي تعتمد على تجذير القواعد والأسس التي تنبني عليها الديمقراطية الحقيقية. المواطن ليس فقط يعني إنسان مطالب بالأداء البلدي فقط، وإنما إنسان يصنع القرار البلدي ويشارك في صياغته ويشارك في كل القرارات التي تهم التنمية المحلية بجوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. السلطة المحلية إذا اليوم ما يشاركش فيها المواطن وما يكونش فيها يعني عضو فعل، التجربة ما هيش تنجح. هذاك علاش احنا مؤشر ولاني هو مش نقيسه يعني حضور المواطنين يعني في الاجتماعات في التشاركية في التشاركية، وفما مؤشر ثاني مهم جدا هو يعني ترفيع نسبة مشاركة الشباب والمرأة. ورشة سبقتها ورشة وستليها أخرى من أجل صياغة توصيات عملية لخلق دليل الإجراءات في الحوكمة المحلية، دليل بمثابة خارطة طريق يساعد المواطن على فهم آليات الحوكمة المحلية. دليل يعني مع الإجراءات يمكن مع من توضيح الصورة فيما يخص التنظيم يعني معناتها الاداري والمالي للجماعات المحليه هذه، فيما يخص مثلا الماليه العموميه، فيما يخص كذلك الرقابه مع اللاحقه. تكريس مفهوم الحوكمه المحليه وتحفيز المواطن على المشاركه في اداره الشان المحلي هدف تسعى الاطراف المتداخله لتحقيقه، خاصه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي البلدي. في موضوع آخر الآن، نفى ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية رضا بوغزي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية الإيرانية بخصوص تصريح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بأن إيران هي حامية العالم الإسلامي من إسرائيل خلال لقائه أمس بوزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني رضا صالح أميري. وأكد بأن هذا اللقاء تناول علاقات التعاون بين البلدين وأهمية تستفيد إيران من فك العزلة الدولية التي كانت مفروضة عليها لعقود، وأن تعمل على التفاعل إيجابيا والانفتاح على محيطها الإقليمي وتحسين علاقاتها بدول الجوار وتوخي الحوار للمساعدة على التوصل لحلول سلمية للنزاعات القائمة خاصة في سوريا واليمن. أحيت سفارة تونس في طوكيو باليابان الذكرى 61 للاستقلال، حيث أقامت حفل استقبال عرفت من خلاله بخصائص الثقافة التونسية عموما وترويج لزيت الزيتون.
أقامت سفارة الجمهورية التونسية لدى اليابان عددا من الفعاليات بمناسبة الذكرى 61 للاستقلال، استهلتها بحفل استقبال حضره ممثلون عن الحكومة اليابانية. تونس هي مهد الربيع العربي، وقد قطعت شوطا هاما في عملية التحول الديمقراطي، ونحن في الحكومة اليابانية نرى أن الفترة المقبلة تحمل إمكانيات كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وكان الحفل فرصة لإطلاع الجمهور الياباني على الثقافة التونسية بما فيها المطبخ التونسي، والذي تعمل السفارة على توظيفه في سياق تنمية الصادرات التونسية لليابان. وفي السياق ذاته أقيم حفل للترويج لزيت الزيتون التونسي في طوكيو، حضره لفيف من المختصين في المجال الغذائي بجوانبه التسويقية والثقافية والعلمية. الأبحاث التي أجرتها جامعات يابانية أثبتت أنه يحتوي على مستويات مرتفعة للغاية من مادة البروفينول المفيدة للصحة. جربت اليوم الكثير من الأطعمة المحضرة باستخدام زيت الزيتون بما في ذلك الحلويات الشهية. عرفت أن زيت الزيتون التونسي له فوائد صحية وجمالية عديدة، وأعتقد أنني سأتناوله بشكل يومي. الحدث حقق عددا من الأهداف الاستراتيجية، منها التواصل مع مختلف المناطق والمقاطعات اليابانية، والاعتماد على مشاهير عالم الطهي والغذاء لترويج المنتج التونسي. لا زال انتشار زيت الزيتون التونسي بشكل مباشر ضعيف في اليابان. حاليا يدخل الزيت التونسي كأحد الزيوت المكونة للمنتجات المعبأة في إيطاليا وأسبانيا، وهذا مدخل جيد، ولكن الزيت التونسي يجب أن يتحول إلى مادة مرغوبة بحد ذاتها، وذلك ممكن بفضل السعي المستمر لتعريف اليابانيين بميزاته المتفوقة. تونس تتمتع بطيف واسع من أنواع الزيوت الممتازة والتي تختلف بين مناطق الشمال والوسط والجنوب. هذا التنوع يثير اهتمامنا كمزارعي زيتون يابانيين، ونحن نود أن نستفيد من دراسة خاصيات الزيتون التونسي وأن نتعاون لنشره في اليابان. وتعد اليابان بمطبخها الفريد وصناعاتها الغذائية المتطورة من أكثر البلدان تقديراً لجودة المنتجات الغذائية وخواصها الصحية. الفعاليات المحيطة باحتفالات الذكرى 61 لاستقلال تونس في اليابان تبرز بموازاة الجانب الاحتفالي سعيا مستمرا لتطوير العلاقة الثقافية والاقتصادية بين البلدين. نجيب الخش، التلفزة الوطنية التونسية من طوكيو. وفي غينيا كوناكري نجد جالية تونسية تعيش هناك، جالية وجدت في بلد 11 مليون نسمة بلد الماء والمعادن، وجدت الحياة التي تريد. الجالية التونسية في غينيا كوناكري حكايات نجاح وإرادة. هم زهاء 200 شخص بين عائلات صغيرة وشباب جاءوا إلى غينيا للعمل مع مؤسسات تونسية أو دولية أو مع بعثات أممية أو بمفردهم، إذ علموا مدى ثراء البلاد واتساع أفق الفرص فيها رغم غياب أي تمثيلية دبلوماسية تونسية هناك. أقرب سفارة اللي نحن واللي نرجع لها بالنظر هي سفارة تونس في السنغال. سفارة تونس بالسنغال معنا اليوم حتى معلومات، كان معلومات شخصية تليفون، وتصير لنا ديكا ما نجمو نتصرفوا في حد شيء. أنا يفعلك باسبور، أنا مثلا واحد من الناس وفعلي باسبور متاعي في الموان دو ديسمبر ذي اللي فات، مشيت عملت لي سي باسي من هنا من غينيا باش نجم نخرج في المطار. نسافروا مع الرام، ما كانش فما تونسيغ لهنا. الممثل نتاع الرام في المطار نتاع كوناكري منعني من السفر، قال لي ليه راه ما تنجمش تمشي لتونس، الباسبور نتاعك وفي عندنا بوتونسييل كبيره باش نعملوا ديزانفيستيسمون باش نجموا نخدموا مع نخدموا توانسه بلوتو، لكن توجور لي معناتها دي بروبليم اداريه. حبوا مثلا العلاقات تكبر مثلا مع البلدان الافريقيه، وتكون معناها فرصه حتى لشبابنا في تونس باش يجي البلدان الافريقيه ويلقى برشا معناها اوبورتونيتي. قضيه الشاب صابرين احدى اهم المسائل التي تؤرقهم، وقد حرصوا على ايصال صوتها الى ممثلي الشعب التونسي ومسؤوليها الذين استمعوا الى مشاغلهم خلال رحله الخطوط الجويه التونسيه المباشره الاولى الى غينيا. طفلة تونسية لهنا معناتها محتجزة في السجون الغينية لهنا، يقولوا تهمة معناتها مخدرات، أما التهمة ماهيش ثابتة عليها. الطفلة موجودة يعني من عام 2014 حتى كشي تهمة معناتها 3 سنين وماهيش محكومة، معناتها فهمت، لا التهمة ثابتة ولا هي معناتها محكومة عليها. لا ما عندهاش عائلة لهنا، هي كانت في البرازيل وجات من البرازيل لهنا معناتها ترانزيت وباش تكمل، دونك شدوها لهنا.
عديدة مشاغلهم وإن تقاسموها بالرفقة فيما بينهم بعيدة أراضيهم، وإن اجتمع شملهم على حب تونس والحرص على تمثيلها في غينيا أفضل تمثيل. فتحت الحديقة الوطنية بيشكل أبوابها مجددا للزائرين بعد أن تم غلقها منذ غرة ديسمبر 16/2000 ووضعها تحت الحجر الصحي على إثر نفوق طيور مهاجرة. بينت التحاليل المخبرية تشخيص حالة من الإنفلونزا الطيور. لتظل الحديقة الوطنية بيشكل ذات التنوع البيئي والبيولوجي قبلة الزوار من تونس ومن خارجها. جبال شاهقة غامضة وبحيرة تسحر الألباب، مياهها عذبة شتاء ومالحة صيفا، تغذيها وديان جارية. الحديقة الوطنية بإشكل مقصد لقرابة 2000 طير مهاجر من إفريقيا وأوروبا، يتراعرع بين ثناياها الخضراء الجاموس وأنواع أخرى من الحيوانات، وتتباهى بشتى أنواع الأزهار والأشجار والنباتات. ثراء طبيعي وبيولوجي أهلها بأن تكون مرسمة ضمن اتفاقية رمسار حول المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، واتفاقية محميات المحيط الحيوي باليونسكو، واتفاقية التراث العالمي الطبيعي. سجلوا ساعات في الويكاند معناها على الأقل 3000 زائر من مختلف مناطق الجمهورية وحتى من الخارج، باعتبارها أنها معناها هي محمية كلاسي، معناها سيت رمسار ومحمية معناها عندها بعد عالمي، والمحافظة عليها هي من مسؤولية الجميع. إشكل التي تستأنف بداية من اليوم استقبال زوارها من تونس وخارجها، تعول على وعيهم للمحافظة عليها وعلى تنوعها الطبيعي، ويأمل المشرفون عليها والمجتمع المدني أن تكون قبلة متميزة للسياحة البيئية. ناحية الباحثين والسياح فما موجودين، أما يلزم تكون أكثر شوية، فهمني كيفاش؟ خاطر يلزم مثلا نشجع السياحة الإيكولوجية، خاطر هي أكبر منطقة تأم الطيور المهاجرة في البحر الأبيض المتوسط، هي 7 مرات أكثر من وادي الجافير في إسبانيا ولا كمارك في فرنسا. تعتبر الإشكال هي النموذج بالنسبة للطيور المهاجرة، وزيد فما طيور مقيمة. تبقى ديما محمية إشكرا متنافس للجهة هذه، وحاجة يعني مهمة برشا في مهمة برشا حتى وطنيا، فما برشا زوار حتى من برا يجيو لهنا ويحبوا يكتشفوا المكان، لكن يلزمها تولي اكثر ربما داخله دون زان سيركوي انتجري، مش اشكل بركه معناها اللي باش يعدي نهار كامل، معناها يكومبري اشكل ثم معناها يمشي لمنشآت اخرى في سيركوي معناها بيئي ايكولوجي. الحديقة الوطنية بإشكل تتميز أيضا بمتحفها البيئي الذي استقر فوق هضبة تطل على البحيرة، ويضم معرضا وثائقيا يعرف بطريقة عمل المنظومة البيئية لإشكل. على الحدود التونسية الجزائرية ووسط غابات الريحان والفلين يقع المخيم المغربي بعين سلطان. في هذا الروبورتاج نتعرف على هذا المخيم الكشفي والسياحي. أفواج من الشباب وعائلات من تونس والخارج تتوافد في فترات مختلفة من السنة على مركز التخييم المغاربي بعين سلطان بحثا عن الراحة وسط غابات الفلين والزان والريحان. قدمنا أرقام معناها متميزة، حيث من 2011 كان عدد المستفيدين من مركز 3000 تقريب شاب وشابة، وصلنا في 2016 حوالي 7000 شاب وشابة، قضوا حوالي تقريب 10800 ليلة. ووسط هذا المركز تجري الأشغال لتهيئة مركب رياضي بمواصفات حديثة، مركب من شأنه أن يستقطب فرقا ومنتخبات من تونس والخارج. تقدم الأشغال نحن في نسبة 80% على أساس في الأسبوع الثاني من شهر أفريل سنقوم بوضع المعاشب. استكمال إنجاز المركب الرياضي وتهيئة الطريق المؤدية إلى مركز التخييم والاستياف بعين سلطان عوامل من شأنها أن تحدث نقلة نوعية بهذا المركز الذي يشهد إقبالا متزايدا من التونسيين والأجانب. نظم عدد من مكونات المجتمع المدني عشية اليوم تظاهرات ثقافية بشارع الحبيب بورقيبة امتزج خلالها العلم التونسي بالعلم الفلسطيني، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى يوم الأرض الفلسطينية.
بمناسبة إحياء الذكرى 41 ليوم الأرض الفلسطينية، تحول شارع الحبيب بورقيبة شارع الرمز بالعاصمة إلى منصة تونسية فلسطينية امتزجت بها أعلام البلدين وتنوعت في أرجائها التظاهرات الثقافية دعما من مختلف مكونات المجتمع المدني للقضية الفلسطينية. وفاء منا لشهدائنا، وفاء منا لأرضنا، وفاء منا لأن لإيماننا بأن فلسطين هي عربية وستبقى عربية وأنه لا بديل للبندقية المقاتلة. ريت العلم الفلسطيني والتونسي هي سبق وأنه دخلت الدماء التونسيين والفلسطينيين في حمام الشتى، وهذا مش غريب على تونس وعلى شباب تونس الحامل للقضية الفلسطينية واعتبارها هي القضية الجوهرية في حياتنا. نحن ما نقدم القضية الفلسطينية والنزل قليل مش أن نقدمه، لأن هذه القضية تحتاج منا إلى جهد كثير يعني فعلي قادر فعلا تحرير أرض فلسطين وإعادتها إلى أصحابها. بمناسبة يوم الأرض وعلى امتداد الشارع الرمز، علت أصوات العديد من التونسيين مرددين شعارات داعمة لدولة فلسطين الأبية، وتغنى عدد آخر بعزة القضية الفلسطينية وبشهامة القدس العربية. كلها رسائل أراد من خلالها منظمو هذه التظاهرة ترسيخ أطوار القضية في الذاكرة العربية. احنا لأحياء اليوم الأرض احتفلنا معناتها ككافة شعب كمنظمة معناتها شبابية، هزينا عالم فلسطين وعالم تونس مع بعضهم. القضية الفلسطينية ما يلزمهاش تغيب عن الساحة وما يلزمهاش تتحط في الصف الثاني أو الثالث، دائما تكون هنا القضية الفلسطينية هي في الواجهة في الصفحة الأولى وبالبند العريض، لأن هذه قضية مركزية وقضية الأمة الإسلامية الأمة العربية كاملة. تظاهرات الاحتفال بذكرى يوم الأرض الفلسطينية بادرة شارك في أحيائها عدد من مكونات المجتمع المدني منذ منتصف الشهر المنقضي، وما زالت هذه التظاهرات متواصلة لتجوب لاحقا شوارع ولايتي بنزرت والمنستير. إلى أخبار العالم الآن، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. نقلت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الشاب تمكن من طعن مستوطنين اثنين وشرطية إسرائيلية، وتراوحت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة قبل أن يتم إطلاق النار عليه من قبل القوات الأمنية إثر عملية مطاردة. انتهت الجولة الخامسة من مباحثات جنيف حيال الأزمة السورية دون إحراز تقدم بخصوص الملفات التي طرحت على طاولة النقاش. يأتي هذا في وقت يجري فيه الاستعداد لمغادرة دفعة ثالثة لأهالي حي الوعر بحمص باتجاه محافظة إدلب. بعد أكثر من أسبوع من مفاوضات جنيف لم يتغير شيء في الملف السوري، الخلافات لا تزال قائمة والحلول السياسية متباينة. ورغم استمرار المباحثات لأيام إلا أن وفدي المعارضة والحكومة لم يلتقيا أبدا، فالمفاوضات تمت عبر المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا. الأخير أعلن مساء أمس عن نهايتها مشيرا عن تحقيق تقدم رغم اعترافه أن مفاوضات السلام الفعلية لم تبدأ أصلا. قلت سابقا إن القطار كان في المحطة، الآن بدأ بمغادرتها ببطء ولكن بثبات. أعتقد أنني أستطيع التكلم باسم كل الذين شاركوا. يجب أن نحافظ على العمل السياسي حتى لو كان ذلك تدريجيا. الإدارة الأمريكية وفي تصريح لافت لها حيال الملف السوري أشارت إلى أهمية قبول الواقع السياسي فيما يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد، زيادة على التركيز على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا. على الأرض وبعد خروج دفعتين لأهالي حي الوعر بحمص نحو منطقة جرابولس بريف حلب الشمالية على أثر اتفاق بين القائمين على حي الوعر والسلطات السورية، يجري الاستعداد لمغادرة دفعة ثالثة باتجاه محافظة إدلب وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وسط عدم توصل الساسة إلى حل جدي ومع أنباء تفيد بأزمة إنسانية خانقة للكثير من المهاجرين السوريين، يظل الخاسر الأكبر الشعب السوري من الحرب، حرب يبدو أن أكثر من لاعب فيها لا يريدها أن تتوقف. قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن 16 شخصا أصيبوا بينهم 13 من قوات الشرطة، بعضهم في حالة خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت تحت دراجة نارية بمدينة طنطا وسط دلتا مصر.
جاء ذلك بعد إعلان المتحدث باسم الجيش المصري مصرع 14 مسلحا من العناصر التكفيرية الخطيرة في قصف استهدف شمال سيناء خلال اليومين الماضيين. في أخبار الرياضة، وفي بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وضمن الجولة السابعة لمرحلة تفادي النزول، انتزعت الشبيبة القيروانية تعادلا مهما من مضيفها النادي البنزرتي، فيما خرج الملعب الجبسي المستفيد الأبرز بانتصاره على الترجي الجرجيسي. فرط النادي البنزرتي في فرصة اللعب أمام جماهيره بملعب منزل عبد الرحمن ليكتفي بالتعادل مع ضيفته شبيبة القيروان التي فشلت في المحافظة على تقدمها في المباراة. ووضع صبري العماري شبيبة في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 65 تمكن حمزة جلاسي من تعديل النتيجة للنادي البنزرتي ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. التعادل حسم أيضا مواجهة مستقبل المرسى ونادي حمام الأنف في لقاء ميزه التسابق والتلاحق، وافتتح فخري العمدوني التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 8، إلا أن نادي حمام الأنف أدرك التعادل في الدقيقة 17 عبر عمر سكري قبل أن يأخذ الإسباقية بعدها بدقيقتين بهدف شهاب الزغلامي. تقدم أبناء الضاحية الجنوبية بقي صامدا حتى الدقيقة 73 التي شهدت تسجيل سمويل بها لهدف التعادل لمستقبل المرسى، منقذا فريقه من تلقي الخسارة الثانية على التوالي. وفي مباراة أخرى تعادل اتحاد تطاوين مع مستقبل جابس بهدف لهدف، وبالملعب الأولمبي بجابس تغلب الملعب الجابسي على ترجي جرجيس بهدفين لهدف ليستعيد نغمة الانتصارات بعد هزيمة الجولة الفارطة وينفرد مجددا بصدارة الترتيب ب 16 نقطة، فيما تقاسم نادي حمام الأنف ومستقبل جابس المركز الثاني ب 13 نقطة. وفي أسفل الترتيب واصل النادي البنزرتي احتلال المرتبة الأخيرة برصيد 40 نقاط. التحق سويسري روجي فيديرر بالإسباني رافائيل نادال في تأهل المباراة النهائية لبطولة ميامي الأمريكية لتنس المحترفين. فيديرر تغلب في الدور نصف النهائي على الأسترالي نيك كيريوس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، فيما تفوق نادال على الإيطالي فابيو فوريني. وفي أخبار الفن الرابع، انطلقت الدورة 21 لمهرجان قفصة للمسرح الدولي. برنامج الدورة جاء ثريا بعروض تونسية ومشاركات عربية وأجنبية، بالإضافة إلى دورات تكوينية وتربصات تقنية. 8 عروض مسرحية عربية وأجنبية ستؤسس الدورة 21 لمهرجان قفصة للمسرح الدولي الذي وشح باحتفالية أذنت بانطلاق عرس الفن الرابع بولاية قفصة. تقريبا 16 عرض باش يشاهدهم ان شاء الله الجمهور العاشق للفن المسرحي في مدينه المسرح قفصة. ان شاء الله حاولنا نمسوا برشا اذواق وبرشا انواع من المسرح. افتتح المهرجان بمسرحيه كواسر لحماد المزي التي تحاكي في رؤيه رمزيه تجاذبات الواقع التونسي الراهن. مسرحية تحكي علينا احنا بطبيعة الحال، المسرحية تحكي على تونس الآن بشكل جديد، بمقاربة جديدة، بأدوات تعبيرية جديدة. نحن أتينا من محافظة البصرة لنعمل عمل مسرحي اسمه مسرحية شعواط أي شياط، تتكلم عن الواقع العربي المرير وما حل به من قهر وضيم. أنا شاعرة وجاية هنا أعمل أمسية شعرية على غرار المهرجان، اختيار الأشعار من العروض المسرحية وتقييمها، وإن شاء الله أكون يعني إضافة للمهرجان. كانت عملت ورشة سابقا بالتابع المسرحية، والآن سأعيد الورشة إن شاء الله حتكون ورشتين. الورشة الأولى مخصصة لمعلمي ومعلمات رياض الأطفال لكتابة مسرحية الأطفال، والثانية حتكون استمرارا للورشة القديمة اللي عملتها في المرة الأولى. طبعا أنا أعتقد بأن اللي يأكل من تمر قفصة حيرجع لها ثاني. عروض مسرحية يومية ودورات تكوينية وتربصات في فن الإلقاء والكتابة المسرحية يعيش على وقعها عشاق الفن الرابع بولاية قفصة إلى غاية 7 أفريل الجاري. خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عرضت هيئة مهرجان الفرح الإفريقي بدوز من ولاية قبلي ملامح الدورة الثالثة للمهرجان، دورة نيلسون مانديلا للسلام، والتي ستقام من 9 إلى 12 أفريل. ستشهد مشاركة الفنان العالمي ألفا بلوندي وحضور حفيدة نيلسون مانديلا.
بعد أن كان المهرجان ذا صبغة محلية، تأتي الدورة الثالثة لمهرجان الفرح الإفريقي بيدوس أكثر إشعاعا بتوجهها نحو العمق الإفريقي، دورة ستحمل اسم الزعيم نيلسون مانديلا وستشهد حضور حفيدته أنديليكا مانديلا. المهرجان هو يسمو إلى أن يتوجه إلى العمق الإفريقي، وبالتالي أحسن اختيار لابد أن يكون لجنوب أفريقيا والمناضل الكبير نيلسون مانديلا وفاء لروحه وتكريما لنضالاته. دورة ثالثة سيؤثثها عدد من الفنانين والشعراء من تونس والخارج على غرار الفنان العالمي وملك الريغي الإيفواري ألفا بلوندي والشاعر المصري هشام الجخ. قفزة نوعية في خصوص الحفلات والسهرات الفنية بحضور الفنان العالمي ألفا بلوندي وكذلك الفنان الليبي الكبير أحمد السكني. سوف نكون في مدينة دوز يوم 12 من شهر أبريل 2017 في مهرجان الفرح الإفريقي. إفريقيا التي ستمرح، إفريقيا التي ستربح، إفريقيا التي ستفرح، إفريقيا سعادة والحب. إذن لا تفوت الفرصة وكونوا بكثافة في المواد مع فرقة الموسيقية. هذا ومثلت وزارة الثقافة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية أكبر الداعمين لمهرجان الفرح الإفريقي بهدف جعل السياحة الصحراوية أكثر انفتاحا واستقطابا لزائرين جدد لخلق حركية اقتصادية بالجهة. تحملنا مصاريف ما يقدر بقيمته 100,000 دينار، تحمل تكاليف الفنان ألفا بلوندي معتها فن معتها الناحية الفنية والناحية اللوجستيكية، ولكن كذلك زاد تحمل مصاريف إقامة وإعاشة ضيوف الأجانب والوجوه الفنية والإعلامية المتواجدة أثناء المهرجان. ويشمل المهرجان عرضا لنماذج من الحياة الإفريقية الأصيلة للتعريف بثرائها في مجالات الفنون والإيقاعات ولمد جسور التواصل بين مجتمعات القارة الإفريقية. كل ما يحتاجه المقبلون على الزواج من مستلزمات يقدمها لهم المشاركون في الدورة السابعة لمعرض زينة العروسة بالشرقية. نتابع هذا الربورتاج. 140 عارضا في مجالات مختلفة، منها الإعداد لحفلات الزواج ومستلزمات الأفراح من فساتين الأعراس ومستلزمات التجميل والزينة والعطور، أثاثوا فضاء مركز المعارض بالشرقية في الدورة السابعة لمعرض زينة العروسة لتقديم كل الخدمات التي يحتاجها المقبلون على الزواج. هنا مشاركات أجنبية زادة مباشرة كما سوريا، الأردن، المغرب، ثم زاد من ألمانيا في المكياج، واللي يزور المعرض خاصة المقبلين على الزواج يلقوا كل الخدمات متوفرة في نفس الفضاء، من الروبة نتاع الوتيه نتاع العرس، المكياج. نهبطوا ديما حاجة جديدة، حاجة المطلوبة في الكولور، في القطريزة، معناتها ديما نحاولوا نوفروا الماكسيموم تاع الشوا للحريف. سنة توندونس 2017 عندنا الشونتون، عندنا الدونتيل، عندنا الكساوي الوطيات الخفاف للبنيات اللي يحبوا حاجه خفيفه ما عادش يحبوا الحاجه رزينه. اكسسوار شيء اساسي، نحن ما بنشتغل بس اكسسوارات العرايس، نشتغل حتى اكسسوارات تبع كل يوم، ستوشات، كل شيء. حبيت نعمل دوره نشوف لي غوب الحاجات الناقصين الكل، فما الشوا في لي غوب وكل شيء، وهاي جبت معايا خطيب اليوم وان شاء الله نلقاو حاجه اللي تعجبنا. نشوف حاجات الناقصين نتاعي، وفما حاجات هكا قيتهم باهين، قيتهم في سوم باهي، وجيت زاده خذيت لي زانفيتاسيون زاده من هنا. الموروث التقليدي كان حاضرا في اغلب التصاميم المعروضة إضافة إلى المنتوجات الطبيعية للتجميل. ركزنا سنة على اللبسة التقليدية، العدس والكونتيل، قفاتن في الفرامل، في العربي الصغيرات زادا ما نسيناهمش، عندنا لي كولور الكل نتاع لي كوستيوم تراديسيونيل، وتوا ولات موضه لا سورتي، معناها الكسوه نتاع الوطيه اللي باش تلبسها العروسه، نعملوا نفسها كسوه نتاع الرجال، دونك باش يولي هو ومرته كيف كيف. تبييض الوجه بالمواد الطبيعيه، معناها الكريمة اللي تجين والساقين كيف كيف، كله مواد طبيعيه 100%. المعرض يتواصل إلى غاية 9 أبريل الجاري ليمثل فرصة للمقبلين على الزواج للاستفادة من الأسعار التفاضلية وقضاء أبرز ما يلزمهم للمناسبة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. 4 هياكل قضائية تدعو إلى الإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء بعد المصادقة على تنقيح قانونه.
تظاهرات سياحية واقتصادية للتعريف بالمنتوج التونسي في اليابان والترويج للوجهة التونسية. مسلحو المعارضة السورية يغادرون آخر معاقلهم في مدينة حمص تنفيذا لاتفاق مع الحكومة السورية. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.